أعزائي طلبة طلبات الصف السادس، ويلكم باك، أهلا وسهلا بكم. إن بارت 3 في الجزء الثالث من ليسون 1 هيومن نيرفس سيستم. إن ذيس بارت، في هذا الجزء وي ويل ستادي، إحنا هندرس مع بعض ديفرنت تايبس، أنواع مختلفة من الإكسرسايزز، من التدريبات زي الكومبليت وجيف ريزون وات هابن، وكمان هناخد نوعية جديدة من الأسئلة اللي هو اللوكيتد، يعني المكان اللي موجود فيه الأورجن العضو اللي إحنا هنسأل عنه. وعندنا كمان حاجة مهمة جدا بركز عليها يا جماعة، ان احنا بيجي لنا درو رسمة، والرسمة ديت بيسألني ريبريزنت بتوضح ايه، بيسألني الفانكشن وظيفة من وظائف الاعضاء اللي موجودة في الرسمة، بيسألني الليبل، بيقول حط الليبل، حط البيانات على الرسمة. فنركز قوي على النوعية من الاسئلة ديت، لان هي بتتكرر في امتحانات كتير. ارجو ان احنا نستوعب ازاي بنقدر نجاوب على الاسئله ونفهم كل سؤال كويس. لو فهمنا السؤال كويس نقدر نجاوب عليه، وطبعا بنستعرض مع بعض الاجابات النموذجيه. فارجو ان انتم تستفيدوا الاستفاده الاكبر من نوعيه الاسئله وتنوعها. واول نوعيه من الاسئله معانا هي الكومبليت، ان احنا بنحط العبارات او الكلمات المناسبه. نمبر 1، The building unit of the nervous system is. هنا بيسأل عن ال building unit and وحدة البناء الخاصة بال nervous system، الجهاز العصبي. طبعا هي النيرون أو النيرف سيل. Number 2. The neuron composed mainly of two parts. يعني النيرون اللي هي الخلية العصبية بتتكون من جزئين رئيسيين. They are، هما طبعا زي ما خدنا في الدروب الرسم قلنا نحفظه كويس جدا. ال cell body، جسم الخلية، والأكسون، المحور. Cell body and axon. Number 3. The axon of the neuron، المحور الخاص بالخلية العصبية. Covered with fatty layer، بيغطى بطبقة دهنية. Called، تسمى طبعا myelin sheath، بالطبقة دي الطبقة الدهنية التي تغلف المحور. And ends، وينتهي المحور، الاكسون بينتهي. With، بينتهي بتفرعات اسمها axon terminals، اللي هي النهايات المحورية. Number 4. Connect between neighboring neurons، بيتصل بين الخلايا العصبية المجاورة. طبعا الخلايا العصبية المجاورة بتتصل مع بعضها بتفرعات شجيرية اللي موجودة في السيل باري، اللي اسمها dendrites، يبقى الإجابة هتكون dendrites، اللي هي التفرعات الشجيرية. طب لما بتتشابك مع بعض بتكون إيه؟ أو لما بيحصل تشابك بينها وبين الأكسون terminals بتكون إيه؟ synapse. يبقى هنا بقية السؤال بيقول لي forming، مكونة synapse اللي هو التشابك الايه العصبي. شفنا الاسئله بنجاوب عليها ازاي. استكمل. نمبر 5، the brain composed of، المخ يتكون من طبعا ثلاث اجزاء رئيسيه زي ما خدنا على الرسم قلنا نحفظ كويس جدا. السيريفون، سيريبلوم، وميدولا ابلونجاتا، اللي هو سيريفون النصفان الكرويان، وسيريبلوم اللي هو المخيخ، وميدولا ابلونجاتا اللي هو النخاع المستطيل. Number 6. The brain is located in pony box. المخ يوجد داخل علبة عظمية called، تسمى اسمها طبعا the skull، الجمجمة. الإجابة بتاعتنا هتكون يا جماعة skull، الجمجمة، طبعا to protect it، لحمايته. Number 7. Is the largest part of the brain. يعني هنا بسأل عن أكبر جزء من الأجزاء الثلاثة اللي احنا ذكرناهم دول. طبعا أكبر جزء فيهم هو مين؟ برافو عليكم، السيريبروم أو two cerebral hemispheres، النصفان الكرويان. يعني الإجابة هتكون cerebrum is the largest part، الجزء الأكبر of the brain، and it is divided into، هو يقسم إلى two halves، نصفان، اسمهم إيه؟ two cerebral hemispheres، النصفان الكرويان، two cerebral hemispheres. Number 8. The outer surface of the cerebral hemispheres، بيسأل هنا عن المنطقة الخارجية أو الصفحة الخارجي لل cerebral hemispheres، للنصفان الكرويان، طبعا لونه رمادي ما ننساش. Called cerebral cortex، تسمى بالقشرة المخية. Cerebral cortex، القشرة المخية، ولونها gray، رمادي. Number 9. The cerebral hemispheres contain the centers، يعني النصفان الكرويان يحتويان على مركزي. ترى مركزي ايه؟ برافو عليكم، thinking and memory، التفكير والتذكر. يبقى الإجابة هتكون thinking and memory، اللي هو التفكير والتذكر. Number 10. The cerebral hemispheres control، يا ترى النصفان الكرويان او السيريبروم بيتحكموا في ايه؟ voluntary ولا involuntary؟ لا طبعا voluntary، اللي هي الحركات الاراديه.
voluntary movement الحركات الاراديه. طب الحركات الاراديه ديت such as زي ايه؟ اقول اي حاجه، ممكن اقول walking، ممكن اقول sitting، ممكن اقول running. قلنا واحده اللي هي walking اللي هي المشي. نمبر 11 cerebellum اللي هو المخيخ maintain بيحافظ او keep بيحافظ على the نقط او the space during the movement، بيحافظ على ايه اثناء الحركه؟ طبعا هو مسؤول عن حفظ التوازن اثناء الحركه، يبقى الاجابه هتكون balance. ولما واحد لا قدر الله بيتخبط خبطه جامده يعني من الخلف بتاثر على السيريبلوم بيفقد توازنه وبيقع على الارض. نمبر 12 زاميدولا ابلونجاتا اللي هو النخاع المستطيل is located in front of يوجد امام. طب هو موجود امام ايه؟ موجود طبعا امام الجزء من المخ اللي هو السيريبلوم اللي هو المخيخ. and connects هو يصل the brain المخ، طبعا النخاع المستطيل والميدولا الونجاتا بيصل للمخ بمين؟ برافو، the spinal cord. يبقى الإجابة هنا هتكون spinal cord. number 13 is responsible for regulating the involuntary processes of the body، يعني مسؤول عن regulating the involuntary processes، مسؤول عن العمليات اللا إرادية أو involuntary actions اللي بيقوم بها الجسم زي الهارت بيت دقات القلب movement and function of the parts of the digestive system حركة وظائف اللي هو أجزاء الجهاز الهضمي وال breathing والتنفس. طبعا مسؤول عن كل عن ده كله هو الميدولا ابلونجاتا، يبقى الإجابة هتكون the medulla oblongata. number 14 the spinal cord responsible for النخاع الشوكي مسؤول عن حاجة مهمة جدا، أفعال بتحصل بنسميها اوتوماتيك ريسبونس اللي هي استجابات تلقائية اللي هي للمؤثرات الخارجية. طب عايزين نكمل كده السؤال عشان نفهم أكتر. such as withdrawing the hand on touching a hot object، يعني سحب اليد سريعا عندما يصل الجسم ساخن. طبعا دي من ضمن الريفلكسز او الريفلكس اكشن، يبقى السباينال كورد ريسبونسبل فور ذا، الاجابه ريفلكسز الافعال المنعكسه، النخاع الشوكي مسؤول عن الافعال المنعكسه. number 15 delivers the nerve message from the body organs to the brain and vice versa، يعني يسلم الرسائل العصبيه من البادي اورجنز من اعضاء الجسم to the brain الى المخ، والعكس يسلم الرسائل القادمه من المخ الى اعضاء الجسم. طبعا اللي بيعمل كده هو السباينال كورد، يبقى الاجابه هتكون سباينال كورد. number 16 the peripheral nervous الاعصاب الطرفيه اللي هي الجهاز العصبي الطرفي، طبعا بينقسم الى نوعين من الاعصاب، في اعصاب بتكون emerge from the brain بتخرج من المخ، برافو عليكم لها اسم محدد، هي cranial nervous الاعصاب الشوكيه وعددها the number is 12 pairs 12 زوج. يبقى الاجابه الاولى هتكون cranial nervous. كمل السؤال while the nervous that emerge from the spinal cord، لكن الاعصاب التي تخرج من النخاع الشوكي نسميها على اسمه spinal nervous الاعصاب الشوكيه، وطبعا النمبر العدد الخاص بها هي 31 pairs 31 زوج. 17 the number of the cranial nervous لسه متحدثين عنه، عدد الاعصاب المخيه 12 pairs، وده سؤال مهم جدا 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 ناخد بالنا منه بيجي في الامتحانات. and the number of the spinal nervous والعدد الاعصاب الشوكيه ال energy from the spinal cord is 31، بناخد بالنا من الارقام دي يا جماعه. 18 is the involuntary response هي استجابه تلقائيه automatic spontaneous of the body when subjected to external stimuli لما يتعرض لمؤثر خارجي. الاستجابة التلقائية طبعا الديفينيشن الخاص بـ reflex action بالفعل المنعكس، فالإجابة بتاعتنا هتكون reflex action. تمام. number 19 space nervous system هو جهاز عصبي، هل يا ترى هو central ولا peripheral، هل هو مركزي ولا طرفي؟ نكمل الإجابة. delivers sensory هو يسلم السنسوري انفورميشن المعلومات الحسيه and kinetic response والاستجابات الحركيه between the central nervous
ما بين السنترال نيرفس سيستم وبين الجهاز العصبي المركزي اند اول بادي بارتس. طبعا وضحت كده الاجابه من المسؤول عن توصيل المعلومات الحسيه والاستجابات الحركيه ما بين الجهاز العصبي المركزي وكل اعضاء الجسم او كل اجزاء الجسم هو البريفيرال نيرفس سيستم، الجهاز العصبي الطرفي. فديت هتكون الاجابه هي بريفيرال نيرفس ايه سيستم. تمام، نروح لنوعية تانية من الأسئلة وهي scientific term. Write the scientific term يعني أذكر المصطلح العلمي، بيعطينا definition وإحنا بنقول scientific term. Number one, automatic response of the body to the different stimuli. هنا استجابة تلقائية للجسم نحو المؤثرات المختلفة. طبعا ده ال definition الخاص بـ reflex action. الإجابة هتكون reflex action، الفعل المنعكس. Number two, part of the nervous system، جزء من الجهاز العصبي. responsible for the reflex action، مسؤول عن الفعل المنعكس. طبعا المسؤول عن الفعل المنعكس هو spinal cord، الإجابة هتكون spinal cord. number three, the main control center of the human body، الجزء المتحكم الرئيسي في الجسم. طبعا المتحكم الرئيسي في جسمنا هو the brain، المخ. الإجابة هتكون the brain. number four, an organ connects the spinal cord to the brain، بقول له عضو مسؤول عن توصيل السباينال كورد بالبرين، الحبل الشوكي او النخاع الشوكي بالمخ. مش بس كده، ده كمان ريسبونسبل، مسؤول فور ذا انفولنتري اكشنز، عن العمليات اللا اراديه او الافعال اللا اراديه الخاصه بالجسم زي الهارت بيتس والبريدنج والدايجستيف سيستم. طبعا الجزء ده هو الميدولا ايرلونجاتا، ذا ميدولا ايرلونجاتا، النخاع المستطيل. Number five, an organ that contains العضو الذي يحتوي على the centers of thinking and memory، اللي هي مركزي التفكير والتذكر. طبعا هو جزء من أجزاء المخ، وبالتأكيد هو السيريبروم اللي هو النصفان الكرويان سيريبروم. Number six, an organ that maintains the body balance during the movement، العضو الذي يحافظ maintain the body balance على توازن الجسم during the movement أثناء الحركة. طبعا ده من وظائف السيريبلوم المخي، هو الذي يحافظ على توازن الجسم أثناء الحركة. Number seven, a part of the brain that lies at the back area of the brain through the two hemispheres، يعني العضو الذي يقع lies at back area، في المنطقة الخلفية of the brain من المخ. flow يعني أسفل the two cerebral hemispheres، أسفل النصفان الكرويان، العضو هو السيريبلوم. هنا برضو الإجابة هنا السيريبلوم المخي، هنا بيسأل عن مكانه، لكن في number 6 كان بيقول الفانكشن أو الامبورتنس، الأهمية أو الوظيفة بتاعه. number 8 substances، مواد that affect، التي تؤثر the sleeping period، على فترات النوم بسبب الأرق، and the heart beats ودقات القلب. طبعا leads to nervous tension، تقود إلى التوتر العصبي. المواد هي طبعا دي المواد اللي هي المنبهة زي القهوة والشاي، بنسميها stimulating substances، اللي هي المنبهات أو المواد المنبهة. تمام، بنروح لنوعية جديدة من الأسئلة هي locate the following organs، يعني حدد مكان العضو اللي احنا هنذكره لك دول. number one, the brain، المخ موجود فين؟ طبعا موجود inside the pony box، داخل علبة عظمية تسمى skull، الجمجمة، يبقى inside the skull، بداخل الجمجمة طبعا to protect it، عشان تحميه. the spinal cord، النخاع الشوكي، برضو موجود في حاجة عشان تحميه. in the backbone أو vertebral column، هو العمود الفقري، inside the channel، داخل القناة، عشان الفقرات بتاعت العمود الفقري تحمي، inside the backbone. medulla oblongata موجودة فين؟ طبعا medulla oblongata in front of cerebellum، في أمام المخيخ، وهي بتعمل connect، هي بتصل ما بين البرين والسبينال كورد. يبقى in the brain، طبعا جزء من أجزاء المخ، in front of the cerebellum، أمام المخيخ، at the bottom، أسفل السيريبلوم. أوكي، السيريبلوم المخيخ موجود طبعا في المنطقة الخلفية من المخ، وموجود أسفل النصفان الكرويان. طبعا نقولها إزاي؟ in brain، in back area of the brain، through the two cerebral hemispheres، أسفل النصفان الكرويان. يبقى in back area، في المنطقة الخلفية of the brain من المخ،
Through the two cerebral hemispheres أسفل النصفان الكروية. Give reason for each of the following. يعني أذكر السبب أو أوضح السبب. Number one, damage of the medulla elongata causes the death. يعني عندما تدمر أو يدمر النخاع المستطيل فإنه يؤدي إلى الموت مباشرة. وهذا طبيعي لأنه مسؤول عن حاجة مهمة جدا هي involuntary actions الأفعال اللا إرادية. زي الهارت بيت دقات القلب والبريزنج والتنفس والدايجستيف سيستم حركات الجهاز الهضمي فهو لما يدمر كله هيقف الانسان طبعا سوف يموت فبنجاوب ازاي ده سؤال مهم قوي because all the involuntary processes will destroy it سوف تدمر او يتوقف كل ال involuntary actions العمليات اللا إرادية. You must reduce the intake of stimulants such as tea and coffee. يعني you must reduce يجب أن تقلل intake تناول stimulants اللي هي stimulating substances المواد المنبهة such as tea and coffee زي القهوة والشاي to maintain the health of the nervous system لكي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي أو to keep the nervous system healthy برضو دي إجابة تانية لكي نحافظ على الجهاز العصبي. Number three, withdrawal of the hand suddenly on touching hot object. Withdrawal يعني سحب hands اليد suddenly سريعا أو فجأة عندما تلمس touching hot object بيكون ساخن. طبعا ده فعل من الأفعال المعاكسة هي reflexes أو reflex action ودي المسؤول عنها هو the spinal cord. الإجابة هتكون due to the reflex action made by the spinal cord. بسبب الفعل المنعكس الذي يصنع بواسطة spinal cord النخاع الشوكي. Number four, you must stay away from the sources of pollution. يجب أن must stay away. يجب أن تبتعد عن sources المصادر بتاعت pollution اللي هو التلوث زي السموك أو غيرها وكمان النويزي بليسز والأماكن اللي فيها ضوضاء. برضو ممكن أقولها to keep the nervous system healthy لكي نحافظ على صحة الجهاز العصبي أو to maintain the health of the nervous system دي صح ودي صح. نوعية أخرى من الأسئلة وهي what happens if يعني ماذا يحدث what happens if نشوف كده أول سؤال your fingers get pricked by plant thorns يعني أنت لمست بأصابعك أشواك نبات أو أشواك حادة لنبات إلا هيحصل طبعا فعلا منعكس وهتبعد ايدك بسرعه قوي نقولها ازاي the withdrawal of your hand will occur quickly the withdrawal يعني السحب of your hand يدك will occur quickly سوف يحدث بسرعه ده نتيجه نوع reflex action. Number two continuous exposing to the contaminated air and noisy places يعني continuous exposing التعرض المستمر ل contaminated اللي هو contaminated air and noisy places للأماكن أو الهواء الملوث والأماكن اللي فيها ضوضاء طبعاً هيأثر على جهازنا العصبي الإجابة the nervous system will be exhausted يعني سوف يرهق الجهاز العصبي the nervous system will be exhausted سوف يصبح الجهاز العصبي مرهقاً. Number three the over intake of stimulating materials over intake يعني الإفراط في التناول stimulating materials اللي هي المواد المنبهة such as tea and coffee لما الناس يعني تتناول المواد المنبهة دي بكميات كبيرة طبعا ده هتأثر على effect sleeping periods اللي هي فترات النوم heart beats دقات القلب leads to بتقود إلى nervous tensions إلى التوتر العصبي نقول الإجابة إزاي it lead to nervous tensions وبتقود إلى التوتر العصبي and effect تؤثر the heart beats and sleeping periods وسوف تؤثر على الفترات بتاعة النوم بتاعتنا. شوفنا كده أسئلة واضحة بالممكن تجيلنا إزاي. Mention the importance of. أذكر أهمية. هنا الغرض أنت تقول الأهمية أو تقول الوظيفة. The skull. يا ترى إيه أهمية السكال البنجمة؟ طبعا بتحمي جزء مهم جدا وهو البرين المخ. فنقول الإجابة. It protects the brain. حماية المخ. It protects the brain فهي مسؤولة عن حماية المخ It protects the brain It maintains the balance of the body هو مسؤول عن حفظ توازن الجسم Balance of the body حفظ توازن الجسم
spinal cord يا ترى ايه وظيفته او الامبورتنس او الفانكشن بتاعته؟ It is responsible for the reflexes مسؤول عن الافعال المنعكسه reflex action. بنروح بقى لنوعيه من الاسئله مهمه جدا 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 وبتجيلنا في الامتحانات وهي خاصه بال اسئله اللي هي الدرو بتاعت الرسم وديت لازم نكون حافظين يا جماعه الرسمه كويس جدا وحافظين الليبلز اللي هي البيانات اللي بتبقى موجوده عليها والاسئله اللي ممكن ان هو يسالها يعني يسالها على الرسم فزي ما احنا شايفين كده في قدامنا شكل فبيقول لي the figure represents هنا بيقول لي observe لاحظ the opposite figure الشكل المقابل زين complete وبعد كده اكمل the figure represent الشكل يمثل او يوضح يوضح جزء مهم جدا من ال central nervous system من الجهاز العصبي المركزي وهو ال spinal cord برافو عليك طيب number 2 label the figures قول الشكل طبعا عندنا A و B A تمثل منطقة و B تمثل منطقة طب A تمثل ال gray matter برافو عليكم هي وبي بتمثل الوايت ماتر اللي خلينا نقول على A ان هي جراي ماتر لانها طبعا بتشبه حرف الاتش شيبد اوف اتش ليتر سؤال نمبر 3 وات از ذا فانكشن اوف ذيس اورجان ما هي وظيفه هذا العضو الوظيفه بتاعه العضو دوت اللي هو السباينال كورد طبعا مسؤول عن الافعال المنعكسه بيقولوا ات ريسبونسبل فور ذا ريفلكسز هو مسؤول عن الافعال المنعكسه شفنا بيجيب لنا رسمه وبيسالنا عليها ازاي ممكن نحط بيانات ممكن يسالنا سؤال او فانكشن او امبورتنس او ديفينيشن ايا كان سؤال كمان بيقول لي لوك ات ذا اوبزيت فيجر انظر الى الشكل المقابل اند انسر ذا فولوينج كويشنز واجب عن الاسئله التاليه This figure indicates the structure of هذا الشكل يمثل تركيب تركيب ايه خدناه في بدايه الدرس دي طبعا البيلدنج يونت اللي هي وحده بناء الهيومن نيرفس سيستم الجهاز العصبي في الانسان اللي هي بنسميها نيرفس سيل او بنسميها نيرون يبقى الشكل ده يمثل عندي النيرفس سيل او ممكن نقول نيرون نمبر 2 كومبليت اكمل بارت A ريبريزنت هو يقصد هنا بارت A اللي هو الجزء ده طبعا ده يمثل السيل بادي جسم الخليه اما بارت B فده يمثل مين يا جماعه يمثل الاكسون هنا part A represents the cell body. Part B represents the بيمثل ايه؟ الاكسون. تمام؟ Write the labels. قول البيانات. Number one عندنا دي داخل ال cell body اللي هي النيوكلس اللي هي النواة. Number one هتكون نيوكلس النواة. طب number two. Number two هتكون السائل اللي حوالين النواة. وهو السيتوبلازم نمبر 2 سيتوبلازم نمبر 3 نمبر 3 عباره عن تفرعات طالعه من السيل بادي اسمها التفرعات ديت اللي بتكون السينابس اسمها دندرايتس نمبر 3 دندرايتس نمبر 4 نمبر 4 يا جماعه بيسال هنا عن الطبقه الخارجيه اللي بتغلف الاكسون طبعا بي اللي هو الاكسون طب الطبقه الخارجيه اللي بتغلف الاكسون اسمها ايه طبعا دي فاتي لاير اللي هي مايلين شيث مايلين شيث اللي هي الطبقه الدهنيه التي تغلف المحور اخر حاجه بسال عنها نمبر 5 وهي التفرعات اللي موجوده في نهايه الاكسون طبعا التفرعات دي اسمها اكسون تيرمينالز اللي هي التفرعات المحوريه بنروح لنوعيه معانا اخرى وهي تشوز ذا كوريكت انسر اختار الاجابه الصحيحه The central nervous system consists of الجهاز العصبي المركزي بيتكون من brain, spinal cord, skull A and B. طبعا skull الجمجمه مش من ضمن التركيب بتاع الجهاز العصبي المركزي فهتكون الاجابه عندنا A and B. Brain and spinal cord. Number two, all of the following are from the components of the brain except كل ده من اللي احنا نقوله يعني من مكونات components of the brain من مكونات المخ except ما عدا ناخد بالنا من كلمة except دي يا جماعة عشان بتغلط يبقى كل اللي هنقوله دوت من مكونات المخ ما عدا حاجة مش من ضمن مكونات المخ cerebrum النسبان الكرويان ميدولا ابلونجاتا النخاع المستطيل spinal nervous
اللي هي الأعصاب الشوكية وسيريبلم المخيخ. طبعا الإجابة هتكون spinal nervous اللي هي الأعصاب الشوكية لأن دي من ضمن البريبرال nervous system الجهاز العصبي الطرفي. Number three, which of the following is responsible for keeping the body balance؟ من المسؤول عن حفظ التوازن الجسم؟ أول ما أشوف body balance ديت أنا عارف الهدف اللي أنا أختار. شوف الإجابات: medulla oblongata, cerebrum, spinal cord, cerebellum. طبعا العضو المسؤول عن البادي بالانس هو السيريبلم اللي هو المخيخ. connects the brain with the spinal cord، بيصل المخ بالنخاع الشوكي. يا ترى مين الحته او الجزء او العضو المسؤول عن توصيل المخ بالحبل الشوكي؟ شوف الاجابات: سيريبلم المخيخ، سيريبروم النسبان الكرويان، ميدولا ابلونجاتا اكسون. طبعا الاجابه الصحيحه هتكون هي ميدولا ابلونجاتا النخاع المستطيل، هو المسؤول عن عمليه الكونكت التوصيل ديت. نمبر 5، ذا سنترز اوف ثينكينج اند ميموري لاي ان، يعني مركزي الثينكينج اند ميموري التفكير والتذكر لاي ان بتقع فين او موجوده فين؟ ميدولا ابلونجاتا النخاع المستطيل، سباينال كورد، سيريبلم، تو هيمسفيرز، طبعا موجودين في التو هيمسفيرز في النصفان الكرويان. Number 6, the cerebellum. Cerebellum is responsible for. هنا المخيخ مسؤول عن ايه؟ طبعا حفظنا خلاص الوظيفة بتاعته، مشهور جدا هو حفظ توازن الجسم، طب ندور عليها. Thinking and memory التفكير والتذكر. Body balance توازن الجسم. Reflexes الأفعال المنعكسة. E and C. لا طبعا الإجابة هتكون body balance توازن الجسم. Regulating the movement and function of the digestive system is from the functions of. Regulating يعني تنظيم the movements حركة and function حركة وظائف the digestive system اللي هو الجهاز الهضمي. طبعا ده من involuntary actions من الأفعال اللا إرادية والمسؤول عنها جزء هام جدا في البرين. نشوف كده: cerebrum, cerebellum, medulla oblongata, spinal cord. طبعا الإجابة الصحيحة هي الميدولا ابلونجاتا اللي هو النخاع المستطيل، هو المسؤول عن كل الافعال اللا اراديه ومن ضمنها الدايجستيف حركه وظائف الجهاز اجزاء الجهاز الهضمي. Number 8, the spinal cord is located within a channel inside. يعني النخاع الشوكي السباينال كورد موجود جوه تشانل، جوه قناه، انسايد داخل مين؟ عشان طبعا تحميه. سكال الجمجمه ولا vertebral column العمود الفقري ولا cerebral cortex القشره المخيه ولا correct answer؟ طبعا الاجابه الصحيحه vertebral column العمود الفقري اللي هو backbone. Number 9, is responsible for the transfer of nerve message from different body parts to the brain and vice versa. مسؤول عن transfer نقل الرسائل العصبيه من different body parts من كل اجزاء الجسم للمخ والعكس، نقل الرسائل العصبيه من المخ الى جميع اجزاء الجسم. طبعا هنختار هنا في الاجابه، هل هو السيريبلم المخيخ ولا vertebral column العمود الفقاري ولا ميدولا ابلونجاتا اللي هو النخاع المستطيل ولا السباينال كورد؟ طبعا اللي بيعمل الموضوع ده هو السباينال كورد الحبل الشوكي او النخاع الشوكي. Number 10, controls reflex actions، بتتحكم في الافعال المنعكسه او مسؤول عن الافعال المنعكسه، هل هو السباينال كورد ولا السيريبلم ولا السيريبروم ولا البرين؟ طبعا الاجابه بتاعتنا هي السباينال كورد، هو المسؤول عن الافعال المنعكسه. Number 11, the gray matter in the spinal cord appears in the shape of letter. المنطقة الرمادية الجري ماتر أو in the spinal cord في النخاع الشوكي بتظهر بشكل، وده سؤال مهم جدا جدا، الشكل اللي بتظهر به حرف حرف من حروف اللغة الإنجليزية، هنختار هل هو ال H letter وال Y letter وال F letter وال A letter؟ طبعا الإجابة هتكون F، إيه اللي هي H letter، هو ده الشكل اللي بيظهر به الجري ماتر. بنستكمل مع بعض يا جماعة نوعية أخرى من الأسئلة وهي mention the importance of، يعني أذكر أهمية، يعني باختصار عايز الفانكشن، عايز الوظيفة بتاعة الجزء اللي احنا هنتكلم عنه. Number one, the skull، يا ترى ايه فايدة الجمجمة؟ برافو عليكم، حماية مين؟ حماية جزء هام جدا من ال central nervous system وهو البرين. يبقى بنقول الإجابة to protect the brain، لكي تحمي المخ.
تقوم بحماية المخ. ديت وظيفة أو فايدة الديسكفري. نمبر 2 عايز الـ importance of أو الـ function of cerebellum المخيخ. وقلنا طبعا فايدة المخيخ أو وظيفته هو أنه يحافظ على توازن الجسم أثناء الحركة. maintain the balance of the body during movement. الإجابة هتكون it maintains the balance of the body during movement. هو يحافظ على توازن الجسم أثناء الحركة. maintain the balance المحافظة على التوازن. number 3 spinal cord النخاع الشوكي أو الحبل الشوكي. طبعا ده مسؤول عن الريفلكسز عن الأفعال المنعكسة طبعا بجانب اللي هو delivers the sensory information بيسلم المعلومات الحسية وكينيتيك ريسبونس بين برين ما بين المخ and organs of the body بين أعضاء الجسم and vice versa والعكس بالعكس. خلينا في السهلة اللي هي الإجابة هتكون ناسف it is responsible for the reflexes. هو مسؤول عن الأفعال المنعكسة. نقول السؤال تاني the function أو the importance of the spinal cord. يا ترى إيه هي فايدة الـ spinal cord. it is responsible هو مسؤول for the reflexes مسؤول عن الأفعال المنعكسة. طيب نوعية جديدة برضو الأسئلة هنا بتجيلنا درو رسمة واحنا المفروض بنعمل عليها ليبل بنقول عليها الأجزاء وممكن يسألني سؤال أو اتنين على الدرو الرسمة اللي موجودة عندي. زي ما احنا شايفين الرسم اللي قدامنا دوت خاص بمين؟ خاص بالسباينال كورد بالنخاع الشوكي. فبيقول لي this figure represents هذا الشكل يوضح. أول ما أشوف حرف الـ H كده يا جماعة على طول أعرف إن دوت إيه؟ السباينال كورد. يبقى الإجابة هتكون سباينال كورد. طيب السؤال التاني بيقول إيه؟ label the figure يعني أذكر الأجزاء اللي موجودة على الرسم. عندنا number A ونمبر P. نمبر A طبعا هي اللي هي بتشبه الـ H letter حرف الـ H باللغة الإنجليزية وهي دي بتكون gray المادة الرمادية والمادة البيضاء اللي هي الـ white matter اللي هي بتكون في الخارج هنا. فالإجابة هتكون number A gray matter number P white matter. تمام؟ بعرفنا السؤال اللي بنجاوب عليه ازاي. اول حاجه قال لي ذا فيجر الشكل ريبريزنت يمثل مين دوت سباينال كورد النخاع الشوكي. طب نمبر A ونمبر P بتمثل ايه؟ قال له جراي ماتر اند وايت ماتر الماده الرماديه والماده البيضاء. سؤال كمان بيقول لي وات از ذا فانكشن اوف ذس اورجان ما هي وظيفه او الامبورتنس وظيفه هذا العضو وظيفه السباينال كورد خدناها قبل كده. It is responsible for the reflexes. هي مسؤولة عن الأفعال المنعكسة. مسؤولة عن الأفعال الإيه؟ المنعكسة. شوفنا السؤال بيجي إزاي؟ وإزاي بنقدر نجاوب عليه؟ طب نشوف كمان سؤال. الدرو أو الرسم الخاص عندنا هنا خاص بالبيلدنج يونت لوحدة بناء of nervous human nervous system الجهاز العصبي في الإنسان. طبعا عرفناها من أول وهلة. This figure indicates هذا الشكل يشير أو يمثل the structure بناء مين؟ أقول nervous cell صح خلية عصبية أو أقول نيرون برضو صح. الإجابة هتكون بتاعتي nervous cell or نيرون الخلية العصبية. number 2 complete أكمل part A. part A دوت احنا شايفينه قدامنا ده بيمثل ايه؟ طبعا البارت ايه اللي هو الجزء ده بيمثل السيل بادي جسم الخليه سيل بادي. طيب بارت بي ريبريزنت يمثل بارت بي ده كله يمثل عندي يا جماعه اكسون المحور. برافو عليك سيل بادي اند اكسون. 3 رايت ذا ليبلز اكتب البيانات الناقصه على الرسمه. نمبر 1 نمبر 1 هي موجوده في السيل بادي طبعا دي اسمها ايه يا جماعه نيوكليس نمبر 1 نمبر 1 تمثل نيوكليس اللي هي النواة. طب نمبر 2 السائل المحيط بالنواة الموجود في جسم الخلية اللي هو السايتو ايه سايتوبلازم ونمبر 2 هيكون سايتوبلازم. طب نمبر 3 تفرعات الشجيرية اللي موجودة هنا اللي بتكون السينابس اسمها يا جماعة ديت دندرايتس ونمبر 3 دندرايتس. نمبر 4 يجي هنا بقى نمبر 4 في الجزء دوت الطبقة اللي بتغلف الأكسون من بره اللي هي الفاتي لير
اسمها برافو عليكم مايلين شيف. دي مايلين شيف. نمبر 5 ايوه التفرعات هنا التفرعات النهائيه او التفرعات المحوريه الموجوده ديت اللي برضو بتكون كونكتد تو ذا ماسلز بتصل بالعضلات بتتصل بالعضلات اسمها ايه اكسون تريمينالز النهايات المحوريه. شفنا شكل السؤال وعرفنا ازاي بنقدر ان احنا ببساطه نجاوب عليه بس طبعا لازم نكون حافظين الدرو الرسمه وحافظين البيانات اللي عليها كويس جدا. ما بيطلبش مني ان انا ارسم لكن بيطلب مني ان انا اقول البيانات زي ما احنا شفنا مع بعض. نوايا اخرى من الاسئله طبعا مش جديده علينا هي اللي choose the correct answer اختار الاجابه الصحيحه. نمبر 1 the central nervous system consists of الجهاز العصبي المركزي بيتكون من شوف الاجابات brain spinal cord skull a and b. هل بيتكون من البرين من المخ فقط؟ هل بيتكون من السباينال كورد النخاع الشوكي فقط؟ هل بيتكون من السكال الجمجمه ولا من البرين والسباينال كورد؟ طبعا الاجابه الصحيحه هتكون برافو عليكم A and B. Number 2 all of the following are from the components of the brain. كل الاتي من مكونات البرين المخ اللي احنا عارفين بيتكون من ثلاث اجزاء. وناخد بالنا من الكلمه دي عشان بتغلطنا كلمه اكسبت ما عدا يبقى انا هدور على حاجه مش موجوده في المخ مش من ضمن الاجزاء اللي بتكون منها البرين. تمام ناخد بالنا من كلمه اكسبت عشان بتغلطنا. سيريبرم اللي هو النصفان الكرويان ميدولا ابلونجاتا النخاع المستطيل سباينال نيرفس الاعصاب الشوكيه سيريبلم المخيخ. طبعا اجزاء المخ احنا عارفين الثلاثه اللي هي مين سيريبروم وميدولا ابلونجاتا وسيريبلم المخيخ. مين اللي مش من ضمن اجزاء المخ السباينال نيرفس الاعصاب الشوكيه لان الاعصاب الشوكيه ديت اللي عددها ذا نمبر 31 بيرز 31 زوج من ضمن البريفيرال نيرفس سيستم الجهاز العصبي الطرفي فهتكون دي الاجابه. Which of the following is responsible for keeping the body balance مين المسؤول عن حفظ توازن الجسم. اول ما اشوف كلمه بالانس او بادي بالانس على طول يجي في مخي او يجي في عقلي الجزء المهم او الخاص بالتوازن. تعال نشوف الاجابات. ميدولا ابلونجاتا هل هو النخاع المستطيل ولا سيريبروم النصفان الكرويان ولا سباينال كورد الحبل الشوكي او النخاع الشوكي ولا السيريبلم المخيخ. طبعا المسؤول عن كيبنج ذا بادي بالانس حفظ توازن الجسم ديورينج موفمنت هو السيريبلم اللي هو مين المخيخ. هتكون دي الاجابه بتاعتنا. نمبر 4 connects the brain with the spinal cord بيصل المخ مع النخاع الشوكي. طبعا بيصل الجزء الصغير ده هو نشوف مع بعض هل هو السيريبلم المخيخ ولا السيريبروم النصفان الكرويان ولا الميدولا ابلونجاتا النخاع المستطيل ولا الاكسون. طبعا الاجابه الصحيحه هي ميدولا ابلونجاتا وكمان ما ننساش ان هي مسؤوله عن involuntary actions and الافعال اللا اراديه. نمبر 5 the centers of the thinking and memory يعني المركزين بتوع الثينكينج التفكير والتذكر يا ترى why and موجودين فين؟ تعال نشوف. ميدولا ابلونجاتا النخاع المستطيل spinal cord الحبل الشوكي cerebellum المخيخ two hemispheres in the spinal cord. لا الاجابه الصح ان هم موجودين فين؟ برافو عليكم. two hemispheres او two cerebral hemispheres in the spinal cord او cerebrum هو اللي بيحتوي على the thinking and memory centers مركزي التفكير والتذكر. the cerebrum is responsible for المخيخ مسؤول عن لسه قايلين من شويه مسؤول عن حاجه مهمه جدا بتحصل للجسم. تعال نشوف الاجابات. thinking and memory ولا body balance يعني التفكير والتذكر ولا حفظ توازن الجسم ولا reflexes الافعال المنعكسه ولا A and C. طبعا المسؤول عن thinking and memory مش هو المسؤول عنهم السيريبلم المسؤول عنهم السيريبلم body balance حفظ توازن الجسم مسؤول ايوه هو دي الاجابه حفظ توازن الجسم اللي هي body balance لكن طبعا الريفلكس الافعال المنعكسه مسؤول عنها السباينال كورد. نمبر 7
regulating the movement and the function of the digestive system. بينظم حركة movement and the function ووظائف the digestive system الجهاز الهضمي. طبعا دي اسمها ايه بقى؟ involuntary processes اللي هي من العمليات او involuntary actions الافعال اللا ارادية. From the function of انها من وظيفة. احنا عارفين ان الجزء بقى المسؤول عن الافعال اللا ارادية هو مين؟ تعال نشوف الاجابات. cerebrum and spinal cord ولا cerebellum المخيخ ولا medulla oblongata ولا spinal cord. طبعا الاجابة الصحيحة هتكون medulla oblongata. Number 8, the spinal cord is located with a channel inside there. هنا بيسأل عن مكان تواجد spinal cord النخاع الشوكي. The spinal cord is located, يوجد with داخل a channel قناة inside. قناة داخل ايه؟ عشان طبعا تبروتكت ات عشان تحميه. هل سكال الجمجمة؟ أكيد الإجابة دي خطأ لأن السكال طبعا موجود داخلها البرين مش spinal cord. The vertebral column اللي هو العمود الفقاري. السريبرال كورتكس القشرة المخية طبعا ملهاش علاقة. نو كوريكت انسر مفيش اجابة صحيحة. طبعا هنا الاجابة الصحيحة فيرتيبرال كولوم اللي هو العمود الفقاري او بنسميه باك بون هي دي الاجابة الصحيحة. نمبر 9 is responsible for the transfer of nerve message from different body parts to the brain and vice versa. بيقول ايه السؤال؟ responsible for مسؤول عن transfer نقل nerve messages اللي هي الرسائل العصبية والimpulses from different body parts من اجزاء الجسم المختلفة to the brain الى المخ and vice versa والعكس صحيح. مين المسؤول عن نقل الرسائل العصبية من المخ لاعضاء الجسم او من اعضاء الجسم الى المخ؟ طبعا المسؤول عن كده هو ال spinal cord. بس نشوف الاجابات بتاعتنا. cerebellum, vertebral column, medulla oblongata. طبعا الإجابة هي spinal cord. Number 10 controls reflex action بيتحكم في الأفعال المنعكسة. مين طبعا المسؤول عن reflexes الأفعال المنعكسة؟ نشوف الإجابات. spinal cord, cerebellum, cerebrum, brain. هل هو النخاع الشوكي ولا المخيخ ولا النصفان الكرويان ولا المخ؟ طبعا المسؤول عن reflex actions هو the spinal cord. Number 11 the gray matter in the spinal cord appears in the shape of the letter. هنا السؤال ده مهم وبيتكرر في امتحانات كتير. هو بيسألنا عن الجراي ماتر الطبقة الرمادية الداخلية اللي هي الانر in the spinal cord في النخاع الشوكي بتكون تشبه shape of letter تشبه حرف ايه في اللغة الانجليزية؟ هل حرف H ولا Y ولا F ولا A؟ طبعا الإجابة هتكون letter H هي تشبه هذا الحرف. في نهاية الجزء الثالث أرجو أن احنا نركز يا جماعة على الأسئلة الخاصة بالفانكشن الوظيفة لأن دي مهمة جدا. نركز على أسئلة الدرو الرسومات الجيف ريزون الوات هابن ونفهم كويس هو طالب مني في السؤال ايه. وزي ما احنا شرحنا كده مع بعض انواع مختلفة من الأسئلة بنتلاقى مع بعض أسئلة تانية في الأسئلة في كتاب المدرسة او في الاختبار اللي احنا الاختبار التفاعلي اللي موجود في نهاية الدرس كده. الحمد لله بقلنا بس درس واحد اللي هو الليكوميتري سيستم الجهاز الحركي ان يونيت 4 في نهاية يونيت 4 ونخلص منهج بتاعنا اللي هو الخاص بالترم الاول. لو في اي حد فاتته حلقة من الحلقات السابقة او درس من الدروس يقدر يدخل على قائمة التشغيل في موقع الاسكولا ويختار grade 6 science مع مستر محمود العزمي ويستعيد او يتفرج على كل الفيديوز والانشطه والاسئله الخاصه بينا. ولو في اي سؤال او غير واضح بالنسبه لكم تقدروا تتواصلوا معنا سواء على صفحتنا الخاصه في الفيسبوك او على موقع السكولا او على اليوتيوب وان شاء الله نجاوب على كل حاجه خاصه بيكم. واشوفكم على خير ان شاء الله. In unit 4 listen to locomotory system.